هولا تودوش، النهاردة هجاوب على كذا سؤال اتسألني حسيت ان هم اسئلة مهمة، بس كمان من خلال الاسئلة دي حسيت ان ممكن يكون في لخبطة او عدم فهم صحيح عند بعض الناس للاوضاع في البرتغال، خصوصا بعد تصريحات الحكومة الاخيرة. الاسئلة اللي اتسألتني لو اقدر اساعد بمعلومات عن وضع الاسعار دلوقتي، وهل دي فترة كويسة او الفترة الجاية فترة كويسة ان واحد يشتري بيت او يستثمر عشان الاسعار هترخص، هل وقف الفيزا الذهبية هيساعد في أزمة السكن في البرتغال؟ أيوة أنا أقدر أساعد بمعلومات عن الوضع في البرتغال، أقدر أشاركك بالمصادر بالأرقام بالإحصائيات، ده أصلا شغلي أرقام وإحصائيات وفاينانشال كنترولينج. فلو محتاج أنك تفهم الوضع في البلد دلوقتي عامل إزاي، لو حاجة مهمة فعلا ليك وبتفكر فعلا أنك تشتري بيت أو تستثمر، فأنا هشاركك بكل المعلومات الموجودة دلوقتي، مش بناء على رأي شخصي لكن بناء على المؤشرات الموجودة وعلى اللي بيحصل في البلد. طيب اول حاجة، البرنامج اللي الحكومة ناقشته من حوالي اسبوعين هو مجرد ان هو برنامج، لسه ما فيش حاجة اتعملت او اتطبقت، ولسه هيتناقش تاني يوم 16 مارس. نفس الحكومة في اخر 7 سنين قدمت نفس البرنامج كذا مرة، ودي رابع مرة. المرة دي بس قالوا حاجتين جداد، وفي الحقيقة هم مصيبتين جداد، يعني موضوع وقف الفيزا الذهبية، موضوع وقف الالوجامينتو لوكال، بعد كده هشرح يعني ايه بالتفصيل. بس اللي الحكومة ناقشته ده مجرد بروباغندا عشان يخبي ويداري على فشلهم في حل الأزمة من سنين، وعشان الحكومة ترمي باللوم والسبب على حاجة تانية غير فسادها. الحكومة البرتغالية زيها زي حكومات تانية فيها فساد كتير جدا، واصلا الحكومة بجانب البنوك هم اكبر المستفيدين من الأزمة، وهي اللي ساعدت في السبيكوليشنز او التكهنات اللي بتخلي الاسعار تزيد، فقطاع العقارات بيستفيد وبعدين بيصب عند الحكومة وعند البنوك. بعد ما البرنامج اتناقش، البرنامج سبب غضب واستياء كبير جدا، واتهاجم من كل الناس، اتهاجم من الشعب، اتهاجم من السياسيين، من بتوع الاقتصاد، من قطاع السياحة، من قطاع العقارات، من الملاك واصحاب البيوت. ففي مسيرات عايزة تطلع يوم 1 ابريل، لان الحكومة ما قدمتش حل لأسباب المشكلة الاساسية، ولان الناس عارفة كويس قوي ان في حاجات كتيرة من اللي اتناقشت مستحيل ان هي تتطبق على ارض الواقع. المؤشرات بتقول ان زيادة الاسعار هتستمر في الفترة الجاية، زي مثلا سعر الفايدة. من سنة فاتت سعر الفايدة كان 0.5%، دلوقتي 3.3%، والمتوقع ان في الصيف الجاي هيوصل 4%. يعني اي حد بيمتلك بيته وبيدفع للبنك بقى يدفع فرق رهيب مقارنة بنص سنة فاتت، وهيستمر في الزيادة، يعني هيدفع زيادة كمان في الفترة الجاية. في 2016 رئيس الوزراء البرتغالي هو نفسه الحالي أنطونيو كوشتا قال ان الحكومة هتستثمر 1400 مليون يورو عشان تساعد في 7500 بيت للإيجار. دلوقتي بعد 7 سنين الحكومة سلمت كم بيت من دول؟ زيرو. نفس رئيس الوزراء البرتغالي في 2018 قال ان بحلول عام 2024 كل برتغالي هيكون عنده ابسط حقوقه الاساسية اللي هو سكن. ايه اللي حصل من 2018 لحد دلوقتي؟ اسعار السكن زادت اكتر من 50%. الفيزا الذهبية في سنة 2022 من اصل 168 الف ترانزاكشن او عملية شراء، بس 1000 كانوا من الفيزا الذهبية. الفيزا الذهبية من ساعة ما اتعملت بتمثل 0.6% من مجمل عمليات شراء العقارات في البلد كلها، يعني لا ترقى ان هي تبقى السبب في ازمة السكن في البلد. اصلا الفيزا الذهبية من سنة فاتت كانت حط عليها قيود، وكانت اتمنعت في الاماكن الكبيرة والحيوية، وخلوها بس في الانتريور وفي الجزر. ده من سنة فاتت، عشان كده جزر ماديرا اللي ليها حكم ذاتي مش موافقة على الكلام ده، ومش عايزة توقف الفيزا الذهبية لان مش هي اساس المشكلة، والغائها او وقفها مش هيحل المشكلة. طيب تاني حاجة الحكومة قالت ان هي عايزة توقفها الالوجامينتو لوكال. يعني ايه الالوجامينتو لوكال؟
يعني مثلا حد يشتري بيت او بناية فيها كذا شقة او بيت حواليه مساحات خضراء فيه حمام سباحة ويأجره للأجانب او للسياح لفترة قليلة، يعني مثلا كام يوم، اسبوع، اسبوعين، زي الحاجات اللي بتتعرض على اير بي ان بي او بوكينج والمواقع التانية. الحكومة بنفسها هي اللي من سنين شجعت ناس كتير معظمهم برتغاليين ان هم يستثمروا في الالوجامينتو لوكال اللي هو النهاردة بيمثل 40% من السياحة او الاقامة في البرتغال، وفي بعض الاماكن زي مدينة بورتو بيمثل اكتر من 50%. المشكلة هي لشبونة وبورتو. طيب، مؤشرات نقابة او اتحاد الالوجامينتو لوكال بتقول ان في لشبونة وبورتو الالوجامينتو لوكال بيمثل بس 28% و72% هي خارج لشبونة وبورتو. فأكتر نسبة الوجامينتو لوكال هي موجودة في مناطق الجرف في الجنوب على السواحل وفي مناطق الانتريور، خصوصا اخر 3 سنين بسبب الكورونا الناس ما كانتش عارفه تسافر بره تقضي اجازاتها، فبقوا يسافروا جوه البلد. سواحل الانتيجو، سواحل الجارف مصدرها الوحيد هو السياحه، بيشتغلوا كام شهر في الصيف وبعد كده ما بيشتغلوش بقيه السنه، ومعظم اصحاب البيوت دي من البرتغاليين اللي سنهم فوق 50 سنة، وده مصدر دخلهم الوحيد استثمروا فيه كل فلوسهم. الالوجامينتو لوكال بيشغل حوالي 2500 من المشاريع الصغيرة، يعني المطاعم اللي حوالين البيوت دي، المقاهي، شركات النظافة اللي بتروح تنظف البيوت دي وغيرها كتير. فلما تيجي الحكومة تقول احنا هنوقف كل الالوجامينتو لوكال في كل السواحل، كل الناس شايفة ان ده هجوم صريح على قطاع السياحة والعقارات وعلى اقتصاد البلد ككل. طيب، ايه الاسباب الاساسية لازمة السكن في البرتغال؟ اول سبب هو عجز وانخفاض في التعمير في البناء. المؤشرات بتقول ان من سنة 2000 ل 2004 كان متوسط البناء 104 الف وحدة في السنة، بعد كده لحد 2015 المتوسط قل ل70%، ومن 2015 هو تقريبا الوقت اللي ابتدت فيه الأزمة لحد 2021 المتوسط قل ل12%، ده معناه ان في انخفاض بنسبة 88% مقارنة بسنة 2000. تاني سبب ان الكارجا فيشكال في البرتغال من الأعلى في أوروبا ومن الأكثر تعقيدا، هي أكثر من 41%. كارجا فيشكال ترجمتها العبء الضريبي، يعني هي عبارة عن مجموعة ضرائب ورسوم موجودة على كل حاجة، على بيت بتشتريه، على عربية بتشتريها، اللي الشركة بتدفعه على موظف أو عامل. يعني ده سبب من الأسباب إن المرتبات قليلة في البرتغال، إن الكارجا فيشكال اللي بتدفعها الشركات عالية جدا. يعني مثلا عشان الشركة تدي لحد 1000 يورو ولسه هيتخصم منهم الضرائب، فهي في الحقيقة الشركة بتدفع حوالي 1500 يورو، ممكن يزيدوا شوية يقلوا شوية حسب الشخص متجوز عنده أطفال أو لأ. لو حاولت تطلع على النظام الضريبي في البرتغال وتشوف كمية الضرائب والرسوم المختلفة المفروضة على البناء، فممكن تتخض من كمية الضرائب ومن أسمائها. فغير الإيفا اللي هي 23% على البناء، في حاجة تانية اسمها IEMA، في كمية ضرائب تانية مختلفة. فلو الحكومة قالت ان هي ممكن تتساهل في ضريبة، ففي غيرها كتير. فالمشكلة هي الكارجة فيشكال العالية اللي الحكومة مش عايزة تقدم لها حل، لان هي طبعا المستفيدة. سبب تاني من الاسباب اللي ساهمت في ازمة السكن هو سعر الفايدة القليل. انا اول ما جيت في 2007، بعديها على طول في 2008 حصلت الازمة العالمية، وسعر الفايدة ساعتها كان 5%، بعديها بفترة فضل يقل لحد ما بقى نيجاتيف، بقى سالب. فسعر الفايدة القليل عمل حاجتين. اول حاجة ان اللي ما معهوش فلوس قدر ياخد كريدت او كارد بكل سهولة لانه كان بيتعرض ببلاش، وده خلى ناس كتير يشتروا بيوت. تاني حاجة عملها سعر الفايدة القليل ان اللي معاه فلوس في البنك لقى ان الموضوع مش جايب همه ان يسيب فلوسه في البنك لان سعر الفايدة قليل، ففضل ان هو يستثمر فلوسه في العقارات. فسعر الفايدة القليل خلى اللي ما معهوش فلوس واللي معاه فلوس يشتروا بيوت.
سبب تاني من اسباب المشكلة هو تصاريح البناء اللي بتاخد وقت طويل جدا بسبب البيروقراطية. يعني ممكن اقل حاجة ياخد سنة سنتين، ممكن ياخد 3 سنين، فالبيروقراطية بتخلي موضوع البناء صعب جدا. طيب ايه تاني للحكومة بتعمله غلط وواجهت وبتواجه مشاكل بسببه مع بلاد تانية في الاتحاد الاوروبي؟ الحكومة بتدي تخفيضات واعفاءات ضريبية للاجانب بتكلفها ملايين كل سنة. السويد لغت اتفاقية مالية كانت ما بينهم من سنة 2002، ووزيرة المالية السويدية انتقدت الحكومة البرتغالية بسبب الاعفاءات الضريبية اللي بتديها للمتقاعدين اللي جايين من السويد يعيشوا هنا، فهم لا بيدفعوا ضرائب هناك ولا بيدفعوا ضرائب هنا. ودلوقتي في مشكلة مع اسبانيا لنفس السبب، الحكومة البرتغالية بتدي تخفيضات ضريبية للناس اللي جايين من اسبانيا يعيشوا هنا، بيدفعوا بس 20% الاي اغياس وبقية الحاجات مش بتدفع. فبس في سنة 2021 الاعفاءات الضريبية والتخفيضات الضريبية اللي الحكومة بتقدمها للاجانب كلفت الحكومة 900 مليون يورو. فاللي بيحصل ان الحكومة تعمل كارجة فيشكال عالية جدا، فالمرتبات تبقى قليلة قوي، فالناس الكواليفايد المؤهلات العليا يتفشوا برا البلد. بس في 2021 مشي حوالي 60 ألف واحد كواليفايد من البرتغال، فالحكومة تكتشف ان عندها عجز في المؤهلات العليا وهي محتاجاهم، لان هم دول اللي هيدفعوا الضرائب. فالحكومة تضطر ان هي تعمل حاجة عشان تجذب الناس الكواليفايد من برا، فمثلا تعمل حاجة زي الديجيتال نوماد فيزا، ويجوا امريكان كتير دخلهم من برا بالالافات، وقصاد كل ده الحكومة تديهم زي خصم ضريبي او تخفيضات ضريبية. هو في الحقيقة معناه ان الاجنبي لو اشترى بيت بياخد خصم على البيت. الحكومة البرتغالية بتمتلك آلاف العقارات، ومن 15 سنة الطلب منها ان هي تعمل جرد للعقارات اللي بتمتلكها، ولحد دلوقتي ما تقدمش. حاجة تانية الحكومة ناقشتها وسببت غضب كبير جدا بين الناس، ان الحكومة قالت ان اللي عنده بيت او عقار مش مستخدم لمدة سنة فالحكومة هتجبره ان هو يأجر البيت بتاعه. الحقيقة الناس شافت ان ده تعدي وهجوم على الملكية الخاصة ومصادرة للملكية الخاصة، وان احنا مش في عصر الديكتاتوري عشان الحكومة تجبر حد ان هو يأجر بيته لو مش عايز. وكل الناس قالت ان رئيس الوزراء البرتغالي في اليوم ده ما كانش في وعيه، وانه هيراجع نفسه هيكون عارف كويس قوي ان الكلام ده ما ينفعش يتطبق. فكل اللي الحكومة قالته في الحقيقة هي حاجات مش جديدة، هي حاجات اتقالت كذا مرة في السنين اللي فاتت وما جابتش نتيجة. اللي الحكومة بتحاول تعمله دلوقتي ان هي بتحاول تخلي مسؤوليتها كقطاع عام وترمي المسؤولية على القطاع الخاص. فالحكومة بتحاول تخلق اسباب وهمية للازمة، زي ان هي تقول ان السبب هم المستثمرين والاجانب فحنوقف الجولدن فيزا، السبب هو تأجير البيوت للسياح فحنوقف تأجير البيوت للسياح. ده كله تمويه عشان الحكومة تداري على فشلها في حل الأزمة اللي هي موجودة من سنين. فردا على السؤال هل اللي الحكومة ناقشته دي حاجة ممكن تساعد في ان الأسعار ترخص في الفترة الجاية؟ لا، المتوقع والمؤشرات بتقول ان الأسعار مستمرة زي ما هي، سعر الفايدة زاد ومستمر في الزيادة. الشهر اللي فات في فبراير السلع الغذائية زادت 20% وبعضها زاد 30% في شهر واحد بس، ده لأن الحكومة ما قدمتش حلول للمشاكل الأساسية، وبعض الحاجات اللي اتناقشت ما ينفعش انها تتطبق على ارض الواقع، زي ان الحكومة ممكن تساعد الناس اللي مش قادرة تدفع الايجار. دي حاجات اتناقشت كذا مرة قبل كده، واخرها وقت الكورونا بيبقى ليها شروط كتيرة جدا ما بتنطبقش على معظم الناس، فما بينفعش ان هي تتطبق على ارض الواقع. غير كده عشان الحكومة تقدر تطبق الكلام اللي قالته لازم تتحول لوحش بيروقراطي يشوف مين اللي ما دفعش ايجار، مين اللي دفع ايجار، واللي ما دفعش ما دفعش ليه، واللي مش عايز يأجر بيته مش عايز يأجره ليه. الحكومة لا عندها لا الموارد البشرية ولا المالية ان هي تطبق كل الكلام اللي قالته. وفي الحقيقة في ناس طلبت ان في حالة الحكومة طبقت فعلا الكلام اللي قالته، الناس بتطالب ان الحكومة تتقدم للمحكمة الدستورية.